هنبتدي كالعادة بأهم العناوين. اليوم اجتماع هام لمجلس إدارة الأهلي بقيادة الخطيب. وفد من الحكومة والمستثمرين الصينيين يبحثون أوجه التعاون مع الأهلي. الأهلي يبدأ الاستعداد لرحلة الأدغال ومواجهة بطل أثيوبيا. الأمن يرفض إقامة مباراة الأهلي والجيمال الأثيوبي في القاهرة. سيد عبد الحفيظ، الأهلي يمر بمرحلة القلب الجامد. اتحاد الكرة يطالب الأندية بتعيين محامين للجنة تفض المنازعات. رونالدو يحرض ميسي على ترك برشلونة.